السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوائد خل التفاح عديدة ومتنوعة. هل تعرف ما هي فوائد خل التفاح؟ فلنتعرف عليها سوية. لخل التفاح العديد من الفوائد والمنافع الصحية. هو مضاد حيوي طبيعي. إذا كنت مصابا بالإسهال قد يكون سبب ذلك عدوى بكتيريا، وبخلطك للقليل من خل التفاح ملعقة أو ملعقتين من الماء ستجد بأنك قد حللت المشكلة. هذا بالطبع، لأن من فوائد خل التفاح أنه مضاد حيوي طارد وقاتل للطفيليات. له دورا أثبتته الأبحاث في تهدئة تقلصات الأمعاء بسبب احتواء التفاح على الباكتين. يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من الفطريات، فهو غني بالأنزيمات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تقليص الجسم من الفطريات والخمائر التي تسبب مرض القلاع. هو أيضا يمنع عسر الهضم. إذا كنت ممن يعانون من عسر الهضم، وخاصة إذا ما قمت بتناول عدة وجبات معا وفي أوقات متقاربة، فعليك بإضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء وشربه قبل الطعام بنصف ساعة. وكذلك يزيل انسداد الأنف ويشفي التهاب الحلق. مللت من انسداد أنفك في حالة الزكام، عليك بمزج ملعقة من خل التفاح بالماء وسترى الفرق وكيف سيساعد ذلك على إراحة جيوبك الأنفية، حيث إن خل التفاح يساعد على تفتيت المواد المخاطية في جميع أنحاء الجسم، تطهير الغدد الليمفاوية. تشير البحوث أن خل التفاح يمكن أن يساعد الذين يعانون من الحساسية بسبب قدرته على تخفيف حدة الازدحام في المواد المخاطية والجيوب الأنفية، وبهذا فإنه يمكن أن يساعد أيضا في درء التهابات الجيوب الأنفية والأعراض المرتبطة بها مثل التهاب الحلق والصداع. وإذا ما أحسست ببداية إصابتك بالتهاب الحلق، تذكر أن الجراثيم معظمها لا يعيش في بيئة حامضية كبيئة خل التفاح، وبمجرد خلط ربع كوب خل تفاح مع ربع كوب ماء دافئ والمضمضة كل ساعة تقريبا سيساعدك ذلك كثيرا. وكذلك علاج الإرهاق. إذا كنت رياضيا مثلا، أو بدأت حديثا بممارسة الرياضة وقد بدأت تشعر بالإجهاد العضلي الناتج عن تراكم حمض اللاكتيك على العضلات بعد فترة من بذل المجهود، إليك الحل السحري لذلك. أضف إلى كوب الماء ملعقة من خل التفاح، فخل التفاح يحتوي على البوتاسيوم والأنزيمات التي قد تخفف الشعور بالتعب وبشكل سريع. ويساعدنا كذلك خل التفاح من التخلص من تشنجات الساق المفاجئة، وعلاج شعبي قديم، حيث كان ينصح بإضافة ملعقتي طعام من خل التفاح وقليلا من العسل لكوب من الماء، ويشرب لتخفيف تشنجات الساق ليلا. تبييض الأسنان. لقد أثبتت فعلا أن خل التفاح يساعد على إزالة بقع الأسنان وتبييضها، وحتى تعقيمها بقتل بكتيريا الفم واللثة. لذا ننصحك بالمضمضة صباحا بخل التفاح قبل تفريش أسنانك، وهو جيد كذلك لصحة الشعر والبشرة. يمكن لخل التفاح أن يزيد من تألق شعرك ويقويه عن طريق شطف الشعر به بعد استخدام الشامبو،
حيث يمكنك استخدام زجاجة شامبو قديمة ثم ملئها بنصف ملعقة كبيرة من خل التفاح وكوب من الماء البارد وغسل شعرك به عدة مرات في الأسبوع وستلاحظ نتائج مذهلة. ينظم درجة حموضة الجلد ويحافظ على بشرتك، فغسل بشرتك به مع الماء قبل الخلود للنوم وصباحا قبل وضع المرطب سيساعد على إزالة البقع على بشرتك وآثار حب الشباب وتنقيتها. يعالج الثاليل، وذلك من خلال تبليل قطن بخل تفاح ثم ربطها على الثؤلول، حيث قد ينتفخ الجلد قليلا عند البعض كرد فعل طبيعي ثم ما يلبث ويسقط الثؤلول. وينبغي مواصلة العلاج لبضعة أيام للتأكد من عدم عودة الثؤلول. يساعد في تهدئة الجلد الذي أحرقته الشمس. يستخدم في المساجات الطبيعية والتدليك، فتدليك اليدين والقدمين به يفيدهما كثيرا في تخليصهم من التعب والإجهاد. خل التفاح يساعد على فقدان الوزن، لقد أثبتت العديد من الأبحاث دور خل التفاح والاستهلاك اليومي لحامض الخليك وهو المكون الرئيسي في خل التفاح في خفض الوزن والدهون خاصة في منطقة البطن ومحيط الخصر وخفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول السيء، حيث أنه مذيب جيد للدهون ومنشط عمليات الأيض في الجسم. ويمكن استخدامه عن طريق إضافته للسلطة أو لكوب الماء بشرط ألا تزيد كميته المتناولة في اليوم عن ملعقتين كبيرتين. إن لا يتم تناوله وحده على الريق وعلى معدة فارغة. ويحتوي خل التفاح على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تساعد على نقل المغذيات للخلايا وإزالة السموم والجذور الحرة من الجسم. ومن فوائد خل التفاح أيضا محافظته على توازن الجسم الداخلي الخاصة، فخل التفاح يساعد الجسم على الحفاظ على مستوى صحي ودرجة الحموضة. يساعد كذلك على التخلص من السموم، حيث يعمل خل التفاح على موازنة درجة الحموضة في الجسم، وبالتالي فإنه يساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل عام. تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في تنشيط الدورة الدموية والقلب المساعدة على إزالة السموم من الكبد. يساعدك كذلك خل التفاح على تقليل الحرقة. بعض الأبحاث تشير إلى أن عصير التفاح والخل يعمل على تصحيح الحموضة العالية أو مؤشر pH المتدني بالمعدة، وبالتالي المساعدة في الحد من الحرقة. كما ويقول خبراء العلاج الطبيعي أنه يجب أن تبدأ في الشعور بالارتياح بعد فترة وجيزة جدا من تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح يليه كوب من الماء، إلا أنه يجب أن ننوه بأن خل التفاح لن يناسبك إذا ما كنت تعاني من القرحة. إلى اللقاء وإلى فيديو آخر إن شاء الله.